هذا وأكد أهالي مملكة البحرين على التزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم حضورهم الغبقات والتجمعات العائلية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدين على أهمية التكاتف المجتمعي مع كافة الجهات المعنية في ظل الظروف الحالية. من منطلق المسؤولية المجتمعية للمساهمة في تقليل أعداد الحالات ومنع انتقال العدوى، وبالأخص للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة والكامنة، أصبح الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية هي الغاية والمطلب الضروري في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا. فالالتزام الآن هو صمام الأمان للنجاة من كوفيد-19. أبناء المجتمع البحريني أكدوا لكاميرا مركز الأخبار على وضع المصلحة العليا للوطن ومواصلة التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال شهر رمضان المبارك. الالتزام اليوم بمعايير التباعد الاجتماعي في كل الأوقات هي الضرورة التي نحق عليها الكل. يعني التجمعات الكبيرة، التجمعات العائلية اللي كنا متعودين عليها لا خففنا منها وقللنا منها، صرنا نتجمع في بيت واحد، الأسرة الصغيرة يعني مو بالأسرة الكبيرة اللي متعودين عليها. احنا طبعا نساعد فريق البحرين الوطني عبر اتباع ارشاداتهم ونصايحهم. اليوم المسؤولية المجتمعية تقع على عاتق كل فرد من افراد المجتمع البحريني للمساهمة عبر الالتزام الجاد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. البس الكمام، التباعد الاجتماعي، أعقم يدي، المسافة بين الشخص والآخر. الاستشعار بالمسؤولية الوطنية كانت حاضرة لدى أبناء المجتمع وتأكيداتهم على سلوكهم الواعي من خلال اختصار تجمعات الإفطار على الأسرة الواحدة المقيمة في نفس المنزل، وعدم التجمعات والزيارات المتبادلة، ناهيك عن عدم إقامة القبقات الرمضانية. الحذر من تجمعات الأهل والأصدقاء، والواجب علينا أن نلبس الكمامات إلى جانب الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي. طبعا المناسبات والتجمعات هي التي تشكل الخطر الأكبر في المجتمع البحريني، فنتمنى من جميع أفراد المجتمع أن يلتزمون، يتجنبون سوالف التجمعات العائلية، المناسبات أو ما شابه من هاي الأماكن اللي صار فيها التجمعات. وإن شاء الله المجتمع البحريني واعي طبعا، راح يطبق جميع إجراءات الفريق الوطني للمملكة، وبالسلامة للجميع إن شاء الله. إحنا مجتمع واعي إن شاء الله، والشعب البحريني ما يخفى عليه، يعني شعب واعي من الأول. يعني إحنا ندعم كافة الجهود الوطنية، وكل شخص اليوم مسؤول، لأنه واجب وطني أن نحافظ على المجتمع ونتكاتف للحفاظ على سلامة جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة. هذا وقد حرصت مملكة البحرين على توفير كافة السبل لكبح انتشار الجائحة، وأولت اهتمامها بالصحة العامة للجميع دون تمييز، من خلال تقديم خدمات الفحص والرعاية والعلاج، بالإضافة إلى المكان الملائم، متجاوزة بذلك جميع التحديات بالتعاون والتكاتف المجتمعي في ظل الظروف الحالية التي تشهدها العالم. حرصاً على تنفيذ توصيات الفريق الوطني الطبي، أهالي مملكة البحرين يؤكدون على التزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية، ناهيك عن وعيهم بتجنب التجمعات التي ستقيهم بخطر الإصابة بفيروس كورونا. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.